أبو زيد الصروجي. ليصلحني فأنا أنا صالح. تعهده يؤدبه يعلمه ليصلحه فأنا أنا صالح. تعهده يؤدبه يعلمه ليصلحه فأنا أنا صالح. لزمت السفار وجبت القفار وعفت النفار لأجني الفرح وخضت السيول وردت الخيول لجر ذيول الصبا والمرح. صالح. بل صالح صالح يا أبا صالح. نعم. أنا ذاهب إلى صاحب الشرطة. لا بس هاي. زينب، ماذا فعلت يا أبا زيد؟ حتى الآن لم أفعل أي شيء. أنا ذاهب إلى صاحب الشرطة. سأتي معك. إلى دار الشرطة؟ لا. لما لا؟ زينب، عودي إلى البيت، أنا ذاهب. ما بك يا زينب؟ ها؟ أبي، أريد أن أذهب إلى دار الشرطة. أريد أن أعرف ما الذي سيفعله أبو زيد. ولكن هذا لا يليق بك يا زينب. سأتنكر جيدا ولن يعرفني أحد. حسنا، هيا أسرع. لا 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 تحدثني بأمره يا صاحب الشرطة. سوف أؤدبه وألقنه درسا في التهذيب والاحترام، فأنا هنا صاحب الشرطة. يا صاحب الشرطة، الإنسان صنيعة الإحسان، وصدق الحديث حلية اللسان، وملل الخلائق عيب الخلائق، والتزام الحزامة زمام السلامة، وتطلب المثالب شر المعايب،
وتتبع العثرات يبطل المودات، وخلوص النية خلاصة العطية، وتناسي الحقوق يجلب العقوق. أما تحاشي الريب فإنه يرفع الرتب. حديثك يا أخي صار وبلاغتك قيمة، فأنا طوال حياتي لم أسمع بمثل هذا الإنشاء. الفضل لله يؤتيه من يشاء، ولكن رغم إعجابي بمقالك فأنا لن أعفو عن صالح. ها، ألا قل لي من أنت؟ أنا عقلة العجلان وسلوة الثكلان وأعجوبة الزمان. أنا أعجوبة الأمم، أنا أعجوبة الزمان، أنا أطروفة الأمم، أنا الدرة الذي جال في العرب والعجم، غير أني ابن حاجة هاضه الدهر فاهتضم. وما حاجتك؟ صالح. لا لا لا، دع صالح في سجنه ليؤدب. هل لك يا صاحب الشرطة فيما هو أليق بالأقوى وأقرب للتقوى؟ هات. سأشير عليك برأي فاقتفي ولا تقف لي فيه. ما هو؟ ترسل في طلب صالح وتستحضره وتسأله وتستخبره وتسمع ما يقول وتجول معه حيث يجول، فأنت هنا لتقوم الناس بالمعروف مخافة ذلك اليوم المخوف. حسناً، أيها الحرسي أحضر صالح من سجن. أمر سيدي. هذا الرجل يذهلني يا أبي. أما أنا فقد أطار صوابي بكلامه وشعره وبلاغته. لا أعرف كيف كنت ترى أبا الأدب شاعرا وأديبا. أبو الأدب شاعر مجيد لولا أنه يسرق القصائد، وأديب بارع لولا أنه يسطو على المعاني. تعال تعال يا صالح ولا تخف، أريد منك إيضاحا لما فعلته. يا سيدي، جاءني رجل وقال لي خصم معتوه يحسب نفسه صاحب الشرطة الجديد، فاقبض عليه وأودعه السجن لأنه قتلنا أنا ورفاقي وسلبنا. ها، قتله وجاء يشكوه لك؟ ها، هكذا قال. وما اسم الرجل؟ اسمه لم يخبرني باسمه. أتريدني أن أصدق ما يقول يا أبا زيد؟ هل أنت متأكد مما تقول يا صالح؟ بالطبع يا أبا زيد متأكد. قل لي، هل رأيت الرجل من قبل؟ أعتقد هذا. كم مرة رأيته؟ عندما رأيته في دار القضاء أخيل لي أني رأيته عند الطبيب. وهناك أخيل لي بأنه هو الذي اشترى مني الحلية والجواهر. وعندما رأيته عند الصائغ أخيل إلي بأني رأيته من قبل، ولكن أين؟ لا أدري. يا صاحب الشرطة، أعتقد أن صالح وقع ضحية مكيدة مدبرة له، فاعفو عنه عفى الله عنك. إني أعفو عنه شرط أن تكفل به، وإذا عاد لمثلها سجنتكما معا. صالح هيا انصرف. تعال يا صالح. لا لا لا، أما أنت فابقى لأني أريد محادثتك. حسنا، هيا انتظرني يا صالح. شكرا لك يا صاحب الشرطة. مع السلامة. مع السلامة. استحوذ أبو زيد على اهتمام صاحب الشرطة، مرة بالنثر والحديث، ومرة بالشعر والمديح.
أنا أيضا أستطيع أن أفعل مثله. أنت تستطيع، ولكن عندما تكف عن سرقة القصائد ونسبتها إلى نفسك. لا لا، لن أعود إلى سرقة القصائد بعد اليوم، وإني ومنذ مساء الأمس أنظم قصيدة بنفسي. حقا؟ كم أنا فخور بك يا أبا الأدب. أسمعني، أسمعني قصيدتك. إنها يا عماه تعتبر حقا من عيون الشعر. إنها تحفة في الصياغة، روعة من روائع الأدب. ما شاء الله، لم يسبقني إليها أحد، ولم ينظم مثلها شاعر. جديدة، جديدة بكل معانيها، بكل كلماتها، بكل حروفها. الله 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 الله. هات هات يا أبا الأدب، أسمعني أسمعني. حالا اسمع يا عم. اسمع. لا تبكي إلفا نأى ولا دارا دارا. لا تبكي إلفا نأى ولا دارا. ودر مع الدهر. ودر مع الدهر. الدهر الدهر. ودر مع الدهر. ما بك قد توقفت؟ أكمل. أين القافية؟ أين القافية؟ إلى هنا وصلت بنظمها. بالله لا تستحلفني يا عم، إني لا أكذب عليك. هذه قصيدة وهي لم تتعد السبع كلمات وبلا قافية؟ إني ما زلت أنظمها. وتقول عنها روعة وتحفة ولم يسبق إليها أحد. انظر يا عمه، جديدة بكل معانيها وكل حروفها وكل كلماتها. سوف ترى يا أبا صالح، سوف ترى عندما تنتهي. لي الله فيك، لي الله فيك. أكمل نظم قصيدتك ودعني بالله عليك. لا تبكي إلفا نأى ولا دار. ودر مع الدهر. ودر مع الدهر. كيفما دار. أبا صالح، وجدت القافية الضائعة. وجدتها بنفسك؟ طبعا، لقد سمعتها، إنه صوت بنات أفكاري. بنات أفكارك. أصمت يا أبا صالح، دعني اسمع بنات أفكاري. أكملي يا بنات أفكاري، أكملي. ودر مع الدهر كيفما دار. واتخذ الناس كلهم سكنا، ومثل الأرض كلها دارا. الله 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 يا بنات أفكاري. الله الله. أكملي أكملي. واتخذ الناس سكنا كلهم. أيها الغبي، واتخذ الناس كلهم سكنا، ومثل الأرض كلها دارا. عذرا عذرا يا بنات أفكاري. وبعد، لقد تعبت بنات أفكارك يا أبا الأدب. إلى اللقاء. السلام عليكم يا أبا الأدب. أصمت يا أبا سيد لأسمع بنات أفكاري. أنت يا بنات أفكاري. بنات أفكارك سلمت عليك ولم ترد السلام. أهلا أهلا بأبي زيد. يا هلا يا هلا، تفضل. أهلا بك يا أبا صالح. يا مرحبا. أنت يا بنات أفكاري. على كل، أين صالح؟ صالح؟ ربما هو في البيت. ماذا تريد منه؟ أريده أن يتسلم عمله الجديد. عمله الجديد؟ وعند صاحب الشرطة. لا، إني لا أصدق.
صدق. سأذهب إليه إلى البيت لأصحبه إلى دار الشرطة. صالح عند صاحب الشرطة؟ مصيبة ستحل بنا جميعا، نهايتها السجن لهما معا. أبو زيد، لزمت السفار وجبت القفار وعفت النفار لأجني الفرح، وخدت السيول وردت الخيول لجر ذيول الصبا والمرح. ولولا الطماح، ولولا الطماح لحب الملاح لما باح فمي بالملح. وأحلى الغرام إذا المستهام أزال اكتتام الهوى وافتضح، فبح بهواك وبرد حشاك، فزند أساك به قد قدح. فلا تغضبن ولا تصخبن ولا تعتبن، فعذري وضح، ولذ بالمتاب أمام الذهاب، فمن دق باب كريم فتح. ما كل هذا يا أبا زيد؟ أعجبك الشعر أم المعنى؟ الشعر طبعا، فأنا لم أتنبه للمعنى. ولماذا غضبت إذن؟ أردت أن أسمعك طريقة جديدة في نظم الشعر بصرف النظر عن المعنى. أين صالح؟ أين صالح؟ حسنا، إذا حضر قولي له أن يوافيني إلى دار الشرطة، فقد وجدت له عملا عند صاحبها. إلى اللقاء. بصرف النظر عن المعنى. حسنا يا أبا زيد، وأحلى الغرام إذا المستهام أزال اكتتام الهوى وافتضح، فبح بهواك وبرد حشاك، فزند أساك به قد قدح. ما هذا؟ ما هذا؟ أريد أن أسمع صوتاً واحداً. هيا. من الذي يتأخر منكم؟ ها؟ سأعيدها للمرة الأخيرة، والذي يتأخر سوف أسجنه في سجن الحراس. هيا استعدوا. صالح اعتدل. أيقف معتدلا، وجهك لفوق، يدك بالحربة مرفوعة. هيا. صالح ماذا فعلت؟
يا سيدي، حاولت كثيرا أن أضرب الأرض معهم فلم أستطع، لذا ضربت عدة ضربات، فلا بد أن تأتي واحدة معهم. هكذا إذا؟ نعم يا سيدي. حسنا، فضل وزع الحراسة على الرجال. أمر سيدي. عبد الودود لحراسة الجهة الجنوبية، نواف لحراسة الجهة الشمالية، جاسم لأول السوق، هاي صالح اختر لصالح مكانا سهل الحراسة. أمر سيدي. صالح. أمر سيدي. أما رأيت كيف فعلوا؟ من يا سيدي؟ الحراس. أي حراس؟ الذين كانوا هنا. لقد أسرع كل منهم إلى مكان ولا أدري لماذا. اسمع، عندما أناديك تتقدم خطوة وتضرب عصاك بالأرض. لقد تعلمت هذا في دار الشرطة. ولما لم تفعل؟ هذا أمر تفعله في دار الشرطة وليس في السوق. لقد أصبحت حارسا وعليك أن تفعله أينما كنت وكلما نديت باسمك. أمر سيدي. صالح. صالح. يا عيد أهلي. صالح. دعه الآن، سيتفهم كل شيء بالتدريب. أمر سيدي. صالح. يا إلهي يا إلهي، أهذا حارس؟ اسمع، عليك حراسة أبواب الدكاكين، فهمت؟ سأحرسها جيدا. اسمع، إياك أن تغفل أو تنام، وإلا عقابك السجن. فهمت يا سيدي، فهمت، سأحرسها جيدا. اذهبوا بأمان الله واتركوني أحرس، اتركوني أحرس. حسنا، هيا يا فضل. هيا. عمله خير قيام. الحمد لله رب العالمين. أبا زيد، هلم بنا لنحدثه. هيا هيا. من هناك؟ ها؟ من هناك؟ عجبني. من هناك؟ من هناك؟ أرجوك عجبني، قل من هناك. ما بك يا أبي صالح؟ لا تخف، أنا أبوك وهذا أبو زيد. حقا، الحمد لله، حسبتكما من اللصوص. أبي أبي، كيف يكون شكل اللص؟ وهل للصوص أشكال تختلف عن بقية الناس يا صالح؟ وكيف سأعرفهم إذن يا أبا زيد؟ إن اللصوص أناس مثلنا، يتكلمون مثلنا ويرتدون مثل ملابسنا، وتعرفهم عندما ترتاب بهم. مثلا إذا جاء أحد وتقدم من أحد الأبواب، إذا رأيت أحدا يسير بطريقة مريبة، إذا ناديت أحدا ولم يتوقف. فهمت. إنه عمل صعب يا صالح. صالح، ما بك؟ صالح، هذه أوامر صاحب الشرطة، قال لي كلما نادك أحد باسمك تتقدم خطوة وتضرب عصا رمحك بالأرض. دعه يا أبا زيد، أكمل عملك أنت يا بني. هلم بنا. هيا. صالح. صالح.
صالح! صالح! هذا سأقضي الليل كله. أنا أتقدم خطوة وأضرب عصا رمحي بالأرض. هذه مهنة لا أحبها ولن أبقى فيها. ها لقد عاد صاحب الشرطة. صالح، صالح، قف ولا تتقدم. ما بك يا صالح؟ ما بي شيء، ما بي شيء، ولكني أقضي الليل كله. أنت تصرخ صالح وأنا أتقدم خطوة وأضرب عصا رمحي بالأرض. هذه مهنة لا أحبها. ستعتاد، ستعتاد. انتبه لعملك، انتبه لعملك. مهلا، ما الأمر؟ سرقت يا أبا سيد. أريد مالي. سرقت من دكاني أغلى أنية عندي. أنا لن أتركها مهما دفعت لي هذه المرة يا أبا سيد. أين أنت يا صالح؟ أين أنت؟ مهلا. ما الأمر أيها الحداد؟ ماذا حدث؟ تلميذك طالح كان يحرس السوق ويسهل للحراس سرقة مالنا. للصوص يا أبا زيد. لقد سرقت من دكاني 100 دينار كنت أدخرها لأتزوج بها. وأنا أيضا سرقت من دكاني جوهرة ثمينة تساوي 300 دينار. حسنا، هيا بنا إلى دار الشرطة، فصالح هنا. صالح في دار الشرطة؟ نعم، ولكن ذهبنا إلى دار الشرطة فقالوا إنه هنا في البيت. ولكن صالح ليس هنا. كيف هذا؟ أنا لن أبرح هذا المكان إلا ومعي صالح. أجل يا شباب، أنا أريد جوهرتي يا أبا حيب. لن أبرح يا أبا حيب. يا أبا حيب أبدا، لن أبرح هذا. أين أنت؟ أين أنت أيها الجبان؟ أين أنت أيها الله؟ يا أبا حيب، يا أبا حيب، نريد صالح. لن أبرح هذا المكان. يا لم يكن صالح. صيح والله، أين هو هذا الطالب؟ يا أبا نعيم، يا أبا نعيم، يا أبا نعيم، صالح، 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 يا أبا صالح، تعال، تعال وساعدني لأنقذ طالح منهم يا رجل. لا، لن أنقذه إلا إذا قلت عنه صالح. صالح، صالح ولو شبع رفسا وركلا وضربا. صالح. Thank you.
أبو زيد الساروجي؟ هل أستطيع مساعدتك يا أبا صالح؟ الأصناف عديدة ومتنوعة، وأنت ليس لك بها دراية.